الأعزاء مشاهدات ومشاهدي قناة مساواة، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج عزوم، البرنامج اللي قدر يوصل للبيوت، بيوت المشاهدات والمشاهدين وبيوت ضيوفه، ويطرح تساؤل عن موضوع معين. سؤال دايما بحب أسمع جواب عليه، وبلتقي مع ضيوف ممكن هن يقدروا يجاوبوا على أسئلتي، ومتأكدة إنهم هن أحسن مين رح يرتبوا لي أفكاري. بشهر رمضان طبعا كل عام وانتم بخير اول شيء، وبشكل خاص بهذا الشهر بيكتر الخير. زمان ما كان في طريقه ممنهجه لجمع التبرعات، ويمكن اسهل طريقه كانت هي طرق الابواب. اليوم الموضوع صار كتير مختلف، جمع التبرعات ممكن يكون بمبادره شخصيه، يمكن بجمعيه خيريه او مشروع عائلي، او كمان ضل موضوع طرق الابواب محافظ على حاله. وبزمننا هذا دخلت السوشيال ميديا على الخط وعلى هذا القطاع، واستطاعت كثير من الجمعيات الخيرية الاستفادة من هاي الوسيلة بالتحديد لتتوصل لجمهور أكبر، وصرنا نسمع عن جمعيات ومشاريع ومبادرات، وصار الخير معبي الدنيا. الخير معبي الدنيا أكيد أنا مش عم بحلم، بس بضل في شر، والشر دايما له مطرح وله مطرح كبير بالحياة وبهالكرة الأرضية. بس إنه صار اللي بده يقدم خير عنده عنوان أو عناوين كتيرة يتوجه لها، واللي بحاجة لمساعدة كمان في عنده عناوين كتيرة. أما اللي بحب يتطوع بجمعيات فحدث ولا حرج، الجمعيات كمان كتيرة. طبعاً هاد كله ضمن شيء اسمه community work، يعني عمل مجتمعي، يعني ببساطة خدمة الناس اللي ممكن توصلنا لإسعادهم. وشعور اللي بيحصل عليه اللي بيقدم الخير أو المتطوع، أنا أكيد إنه من أجمل مشاعر الحياة والمشاعر الإنسانية اللي ممكن نحس فيها، وتجربته هاي ولو كانت صغيرة رح يبقى يحكي فيها ورح تترك أثر على شخصيته. شو حلو إنه نشجع هاي الأفكار وندعمها. مشان هيك أنا بقول خلونا نبلش وندخل على الزوم. في هاي الحلقة من برنامج عزوم رح يكون معي ناشطين بمجال الخير ومنتسبين لجمعيات خيرية. أنا جداً سعيدة وبحب أرحب أول شي بمحمد صبح، هو مدير جمعية فكر بغيرك وحاصل على لقب أول في الحقوق ولقب ثاني في إدارة المنظمات والاستشارة التنظيمية، وناشط جماهيري وسياسي ومجتمعي. مساء الخير. وبرحب كمان برائد بدر، مدير جمعية القلوب الرحيمة، حاصل على لقب أول بيولوجيا وزراعة من الجامعة العبرية في القدس، وأيضا كان مدرس للمرحلة الثانوية وناشط في مجال العمل الخيري منذ 15 عاما. يا الله، أهلا وسهلا، مساء الخير. وأخيرا برحب بدكتور حنين مجال، اللي هي عضو هيئة إدارية في جمعية سلامتكم، دكتوراه بالخدمة الاجتماعية ومحاضرة في أكاديمية القاسمي، وعضو هيئة إدارية في جمعية سلامتكم التطوعية ومتطوعة من جيل 11 سنة، وهي ابنة باقة الغربية. ويلا عزوم. يعني السؤال الأول بدي أبدأ معكم كلكم صراحة، بدي كل حدا فيكم أول شيء عرفني على جمعيته وشو بتعمل وشو بتقدم خدمات، وكيف انضميتوا للجمعية وقديه لكم بتشتغلوا بجمعياتكم الخيرية. خلينا نبلش من عند دكتور حنين. حنين أنت معنا، تبلشي تعرفينا على الجمعية وعلى النشاطات وإمتى انضميتي لإلها. فعليا أنا بتطوع كما ذكرتي سابقا من جيل جدا صغير، وطبعا سلامتكم أجت كمرحلة من هاي التطوع. انضميت لجمعية سلامتكم، أو بالأحرى كنت من الطاقم المؤسس لجمعية سلامتكم من قبل حوالي 10 سنوات. السنة إحنا بنحتفل ب10 سنوات من العمل. أقيمت سلامتكم تباعا لجهود اللي هي كانت فردية، قسم كبير منا كان يشتغل في مستشفيات مختلفة، من ضمنهن أنا، من ضمنهن الإنسان اللي هو فعلياً أقام جمعية سلامتكم، أستاذ يعقوب إبراهيم من أبو غوش. كل حدا منا كان يتطوع في مستشفى، أنا اشتغلت في مستشفى، وكنا ننكشف على ناس اللي تيجي من ضفة ومن غزة وتيجي معزولة، معزولة عن البقية، معزولة عن العالم، معزولة عن عيلتها، عن ناسها، وكانت تيجي بلا فعلياً الأساسيات اللي هي ممكن تكون أكل، ملابس، طبعاً غطاء اللي هو ممكن عن جد يكون
يشمل التكلفة العلاجية كاملة، أدوية وشغلات اللي ممكن تكون مش أساسية وأكبر، وغير التوصيل اللي هو ممكن إذا الإنسان بحاجة يوصل من الحاجز للمستشفى. فشفنا إنه في حاجة كثير كبيرة، وكان في حاجة إنه في ناس تساند هاي الناس بشكل اللي هو مباشر، وبدأت المساعدة الأولى بترجمة ما يقول الطب لإلهن، المستشفى لإلهن، من العبراني للعربي، لأنه كان في حالات اللي الإنسان بيجي هون منعزل وكمان مش فاهم شو عم بيصير معاه. فتم طبعا تحضير كادر كامل من إنه بيساعد الناس إنها تفهم شو عم بيصير معاها. شفنا إنه الحاجات هي أعلى بكثير وأصعب بكثير وأكثر مركبة، وصار في حاجة إنه لإقامة جمعية بعد ما صار في بدل توجه واحد 10، 20، ومئات، وبالآخر عن جد وصلنا إلى مئات الحالات اللي هي بتتوجه لإلنا بشكل مباشر، طلبا بانه يكون في حدا اللي هم مساند لإلها. طبعا كل شيء كان بشكل اللي هو تطوعي، اللي بيعطي كل الخدمات من الالف للياء لانسان اللي بيوصل من الضفه، فلسطيني بيوصل من الضفه او غزه لمستشفى اللي هو بالداخل، وبيكون منقطع عن عيلته واهله، وبيكون عن جد بحاجه حتى مرات بس لسند لانسان اللي يحكي معاه بالعربي ويترجم لإله هذا العالم، ومن ثم يهتم بكل حاجياته اللي هي ممكن تكون كبيرة وممكن تكون صغيرة، وقسم منها على فكرة مرات اللي هي حاجات اللي هي نفسية، لوجودك لوحدك في مستشفى اللي عن جد أنت ممكن تكون بأصعب حالاتك، وتخيل أنك أنت بلا عيلة بلا ناس بلا سند، وكمان محتاج لملابس وأواعي وشغلات اللي هي جدا جدا صغيرة اللي ممكن تعيق كل سيرورة علاجك. فعشان هيك أقيمت سلامتكم، ومن الأساس كان الهدف الأساسي أنه كل إنسان موجود بهذا الكادر لازم يكون متطوع، لأنه إحنا شايفين أنه مجتمعنا ممكن يشكل سند لمجتمعنا، وفعلياً هالطاقات موجودة. فكل حدا موجود بسلامتكم اليوم هو متطوع، يعني ما في ولا أي حدا اللي هو شغال ما بتلقوا مقابل مادي على أعمال الخير اللي بيقوموا فيها. طيب هذا بالنسبة لسلامتكم، بالنسبة لجمعية فكر بغيرك. مساء الخير للضيوف الكرام، للمشاهدات والمشاهدين، إليك طبعا كمان للطاقم. احنا بجمعية فكر بغيرك، الجمعية تسجلت فعليا بسنة 2018. الجمعية أقاموها مجموعة من الشباب والصبايا من كل أنحاء البلاد، إلا عمليا شباب وصبايا عرب، إلا شافوا أنه كثير مهم تتقدم خدمات طبية وعملياً دعم للعلاجات اللي بتلقوها الأطفال اللي بفوتوا على مستشفيات الداخل من غزة والضفة بالأساس، وأيضاً خدمات اللي هي إغاثية للعائلات العفيفة في الداخل الفلسطيني وأيضاً في غزة والضفة. هذول هن المجالين المركزيات عملياً الجمعية بتقدم فيهن الخدمات. إحنا أيضاً في المناسبات المختلفة منزور الأطفال في المستشفيات، العائلات اللي هي عملياً معزولة عن بلداتها بسبب فترة العلاج الطويل في المستشفى، على أساس كمان ندخلهن على الأجواء. على سبيل المثال في فترة شهر رمضان بهاي الأيام إحنا منزور المستشفى وبنعمل إفطارات مع الأهالي مع الأطفال، كمان نعمل أمسيات رمضانية أيضا في باقي الأعياد على مدار العام. الجمعية أيضا بتقدم مستلزمات طبية للمستشفيات، بتقدم مستلزمات طبية أيضا للمراكز الطبية في غزة وفي الضفة وأيضا في الداخل. هاي المواضيع المركزية إلا الجمعية بتقدم فيها الخدمات تبعتها. احنا انا كمحمد يعني انضميت للجمعيه مش من زمان، وفي اجتماع الاداره الاخير يعني تم تكليفي باداره الجمعيه بالفتره الحاليه. احنا كجمعيه فكر بغيرك كل الوقت عمليا ناشطين على مدار السنه، وعندنا يعني مئات المتطوعين اللي هن من كافة المناطق في البلاد، برضو من النقب ووصولاً لأقصى الشمال. الجمعية زي ما حكينا مهم لإلنا دائماً التواصل مع أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده، إن كان في الداخل في غزة أو في الضفة، وتقديم الخدمات العلاجية للأطفال بالذات المحتاجين عملياً لهاي الخدمات إلا بحاجة لتغطية، وإحنا هناك بدخل دورنا بتغطية هاي الخدمات الطبية. وصلت الفكرة. اسم الجمعية كتير حلو، فكر بغيرك وأنت تعد فطورك، فكر بغيرك
يعني فكر فكر بغيرك. فكر بغيرك بالفعل يعني مش صحيح. بالصدفة طبعا الاسم اجى من قصيدة الشاعر الفلسطيني محمود درويش فكر بغيرك ولا تنسى قوت الحمام. والمعاني عمليا اللي بتحملها هاي القصيدة اللي هي معاني كلياتها معاني إنسانية وخيرية ومعاني العطاء، إنه الإنسان يفكر بالآخرين وما يتمركز فقط بنفسه. طيب. وإنه صحيح. وإنه عمليا العطاء اللي بيبذله الإنسان وبيقدم الخير للآخرين بالنهاية كمان بيرجع حتى على نفسه. ففكر بغيرك هاي هو منطلقها وهذا هو مجال عملها. صحيح. بدنا ننتقل نشوف رائد، خبرنا على القلوب الرحيمة. مساء الخير، السلام عليكم، تحية للجميع، تحية للدكتورة حنان جمعية سلامتكم، تحية للأخ محمد صبح جمعية فكر بغيرك، جمعيات نيرة طيبة تقدم العمل الخيري والإنساني العمل الطيب المطلوب على مدار الساعة ومدار الأيام. يعني هيك تعليق صغير على اسم فكر بغيرك، هي اصلا يعني ايضا هي من 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 اساس يعني ديننا في حديث لا يؤمن احدكم حتى يحب لغيره كما يحب لنفسه. فكر بغيرك يعني هي ترجمه لهذا الكلام ان شاء الله. وايضا جمعيه سلامتكم تؤدي نفس الكلام، يعني نحن نحب السلامه ان شاء الله للجميع، ونحن نأتي جمعية القلوب الرحيمة لندخل من زاوية أخرى، زاوية الرحمة، القلوب الرحيمة، لنقدم الرحمة لكل من هو بحاجة لها من خلال هذه الجمعية. جمعية القلوب الرحيمة يعني تتميز عن جمعية سلامتكم وفكر بغيرك بأنها تختص في تقديم الإغاثة العاجلة من الملبس والمأكل والمشرب، إغاثة طارئة جدا بحاجة لها هذه اللحظة، بالإضافة إلى مشاريع أخرى يعني تصادفنا خلال عملنا. جمعية القلوب الرحيمة جمعية تأسست منذ عام 2016، مكتبها اليوم الرئيسي والإداري في مدينة الناصرة، تقوم على عدة مشاريع على رأسها كفالة اليتيم المعيشية في الضفة وفي وعند اللاجئين السوريين وعدة مناطق أخرى. أيضا لنا مشاريع لإغاثة ومساعدة أهلنا في الداخل الفلسطيني للعائلات العفيفة المستورة، أيضا نحاول أن نصل إلى أكبر عدد من اللاجئين السوريين من خلال كما ذكرت الإغاثة العاجلة من المأكل والمشرب والتي هي المطلب الأساسي اليوم لهم. أيضا هناك عشرات أو مئات الحالات التي نقدم لها هذه الإغاثة في الضفة وعلى رأسها محافظات الخليل. طيب سيد رائد، مثل ما إحنا شايفين في كتير جمعيات خيرية، وأنت ذكرت أنه في إشي بيميزك عن الجمعيات الموجودة، يعني أنتوا كجمعية مرة تانية شو أكتر شيء بيميزكم عن غيركم وعشان تقدروا تجمعوا متبرعين؟ كما ذكرت يعني إحنا جمعيتنا تتخصص أكثر في الإغاثة العاجلة، يعني كما ذكر أخونا محمد والأخت الدكتورة حنان أنه هم يعني بتخصصوا في الأمور العلاجية في المستشفيات، في إيصال الأشخاص إلى المستشفيات أو تقديم الأدوية كما ذكر الأخ محمد صبح لعدة أماكن، لكن نحن نتركز في الإغاثة العاجلة كما ذكرت من المأكل والمشرب والملبس. طيب. ننتقل لك سيد محمد صبح، يعني اسم الجمعية حكينا قد ايه اسم حلو، هلا بدي تقول لي انه انت ابن مدينة طمرة، شو أهمية العطاء لمدينة مثل طمرة وبناء نسيج اجتماعي مدني مختلف؟ بالنهاية عملية العطاء تبدأ من الفرد وتعود إلى الفرد، يعني العطاء إحنا يعني أنا بآمن على المستوى الشخصي إنه الإنسان لما هو بيقدم لمجتمعه عمليا هو يسعى لإنه الدائرة الأولى اللي حوله موجودة في بلده في حارته حتى في عيلته في أسرته، ونتوسع في الدوائر الأوسع شعبنا وأمتنا وإلى آخره والإنسانية جمعاء. الإنسان كل مبادرة طيبة خيرية بيقدمها لمجتمعه بالنهاية أيضا تعود عليه. لما مجتمعنا صالح فأنا آمن، لما مجتمعنا بوضع جيد الدائرة الصغيرة والدائرة الأوسع
بحالة جيدة، فأنا أيضا أشعر بالأمن والأمان والسلام، وبالتالي أيضا أستطيع أن أنمو كفرد يعني وأنمي قدراتي. العطاء هو بالآخر جاي من محل أنه في حاجة لأنه نعمل عملية تشابك ما بين القدرات الشخصية تبعت كل شخص وشخص، وعمليا منها ينتج ما هو أكبر من الشيء اللي بيقدر يقدمه الفرد. يعني لما كل واحد فينا بالجمعية عمليا بيقوم بشيء معين مع بعضنا، إحنا قادرين إن نحصل على نتيجة اللي هي أكبر بكثير من إنه نقوم فيها بعمل فردي. ومن هون أجا أصلا عمل الجمعيات، يعني فكرة الجمعيات أجت إنه نجمع قوى بشرية اللي هي تريد أن تعطي في مجال معين ضمن إطار معين، طبعا كل جمعية متخصصة في مجال مختلف، ولكن بالنهاية تجميع هاي الناس مع بعضها بيؤدي لأنه نحصل نتائج اللي هي أفضل وأعلى، وبالتالي نقدم خدمات اللي هي لدائرة أوسع. حلو. طيب حنين، كيف بتشوفي أهمية وجود الجمعيات الإنسانية مثل جمعياتكم لبناء مجتمع سليم وتأمين التكافل الاجتماعي بهذا المجتمع؟ أنا بقدر أحكي على ثلاث مستويات. الأول طبعاً بوافق محمد زميلي بالعمل الميداني بكل اللي حكاه، وبدي أزيد عليه من ثلاث عن جد مستويات مختلفة. الأول الشخصي، أنا بقدر أحكي على نفسي كحنين كمتطوعة من جيل صغير اللي أمي وأبوي حثوني ودفشوني لهذا العالم، فكانت هي نهج اللي يعني ننتهجه بالعيلة. من ستي لأصغر ولد عنا كل إنسان منا كان متطوع وكان زي كأنه مطلب عائلي، فهو بناء للشخصية. وأنا بفكر اليوم كمان لما بدرس طلابي بحكي لهم اطلعوا طوعوا كونوا احتكوا بالعالم، هذا العمل بسكلك بعملك كإنسان، تكتشف في نفسك مهارات. يعني أنا اليوم بفكرش أني كنت ممكن أكون معي دكتورة بالخدمة الاجتماعية من دون التطوع، وطبعا ما ببالغ هون لأنه تنكشف على نفسك بأضواء اللي هي مختلفة وطبعا على العالم. ثاني شغل، المستوى الثاني، احنا بنحكي على مجتمعنا خصوصا بالداخل، في كثير صعوبات اللي احنا بنعاني منها جمي، ويعني لن يسعفنا طبعا الوقت اللي احنا نحكي عنها، وكمان حالة شرذمة، وكمان صعوبة من احنا ومن الهوية تبعتنا وإلى آخره، فعنا كثير تحديات. وكمان في انعدام يعني للأمل خصوصا بالأوقات الحرجة اللي عم نعيشها اليوم، اللي بنطلع على مجتمعنا اليوم كمان فقر كمان بعد الكورونا، وكمان نحكي على نسب عنف وإجرام مخيفة. لما أنا بتطوع وبعمل لغيري وبكون جزء من حلقة اللي وصفها محمد، حلقتين صغيرة والكبيرة، وإنك أنت جزء من أمي، كمان بعزز عندك الانتماء، لكن كمان بعطيك أمل وروح بغد أفضل. يعني وجودنا جميعا، أعطيكم مثال، مبارح بالليل بسلامتكم طبعا بعد توفير 150 وجبة سحور وبعدها 150 وجبة إفطار لمستشفين في القدس، منطقة القدس، أرسلت واحدة من الأمهات اللي موجودة هناك رسالة لصفحة الجمعية هيك، حكت إنه بنتها ما أكلتش من ثلاث أيام، وعشان الأكل كان هو أكل بيت، فجأة البنت كانت رغبانة بأنها تأكل لأنه حست إنه في إشي اللي عم بتواصل معاها من ناحية موروث ومن هي. فتخيلي بعد يوم اللي هو مضني من العمل لإلنا كلياتنا توصلك هيك رسالة، فبشكل تلقائي بتحس إنك جزء من الجماعة، بتحس إنه في أمل، وبيعطيك دافعية لكمان بكرة تشتغلي أكثر ولسه تطلبي من حالك أكثر. المستوى الأخير اللي بدي أحكي عنه، أنا إنسان كمان اللي هو باحث، أنا باحثي، بحثت موضوع التطوع لأنه بهمني. أنا بفكر اليوم إنه إذا بدنا نبني مجتمع اللي هو سليم أفضل، فيه تقارب، إحنا اليوم عم بتفكك مش بتقارب، فيه تقارب، ناس تعرف بعض، ناس تشتغل مع بعض، تبني شبكة ولحمة بيناتها، إحنا بحاجة إنه نخدم مجتمعنا، وهي الطاقات نآمن إنها موجودة فينا. هذا الإيمان والانتماء رح يبني منا مجتمع، وبيبني منا اليوم مجتمع، وهي إثباتات. يعني وجود محمد، وجود أستاذ رائد، إحنا موجودين في نفس المحل وإنتوا مهتمين بهذا المكان، فعم نحكي على مجتمع اللي بيعرف شو حاجياته وهو بيلبيها، فهذا مجتمع اللي هو متين. فإذا بدي أمي متينة، أنا بحاجة إني من أبنائها، من ناسها، من قواها الذاتية أمكنها. فهي بالنسبة لإلي طبعاً ليش مهم. جميل هذا الحكي اللي عم نسمعه، عن جد بيعطي أمل. بدي أسأل كمان سؤال هيك لإلك حنين، وبعدين ننتقل لسيد رائد والسيد محمد. كيف عم تستفيدوا أنتم من وسائل التواصل الاجتماعي لرفع الوعي بالفقر وبمرضى السرطان؟ عم تقدروا تستفيدوا من مواقع التواصل الاجتماعي؟ جداً. أنا بفكر أن اليوم طبعاً فينا تخبط وفي تحدي،
لكن الاستفادة هي جدا كبيرة، وطبعا في إمكاني نتواصل مع الناس بشكل مباشر. أنت اليوم مش بحاجة زي ما ذكرت سابقا، ولا حدا منا بيشتغل في سلامتكم، احنا موجودين في طاقاتنا وقوانا، وفي انسان موجود من وراء الشاشه، ففعليا بتوصل طلبات الانسان اللي هو مثلا بحاجه لمساعده، بتواصل مع سلامتكم بشكل مباشر مع المطوع الموجود في هذيك اللحظه، وطبعا في امكانيه للرد على حاجته بشكل اللي هو مباشر عن طريق طبعا كمان شبكات التواصل. كيف؟ مش بس تواصل المريض، انما كثير مرات انا بستعمل كسلامتكم المساحة الافتراضية هاي لأطلب الطلب بشكل عام، لأنه مش بالضرورة الميت متطوع لليوم موجودين في سلامتكم ممكن يلبوا هاي الحاجة بهاي يعني بوضع اللي هو عاجل. فبطلق مثلا نداء إنه مرحبا، هل في إمكانية لمساعدتنا في كذا وكذا وكذا؟ أعطيكم مثال بسيط، أنا بنت باقة الغربية، ذكرنا مثلا عن طريق الصفحة الفيسبوك تبعتنا اللي هي سلامتكم، احنا بحاجه لنظاره لطفل اللي موجود الان بشكل عاجل اللي هو من غزه، موجود في مستشفى معين، عامل اجتماعيه تواصلت معنا عن طريق اطلاق جمله واحده، مين بيقدر يساعدنا، مين بيقدر يوصل مريض الفلان فلاني المواصفات الفلان الفلانيه بهاي الساعه بهذا الوقت، مين متاح؟ هيك اكتشفنا كنوز رائعه اللي هي موجوده اللي وصلتنا معاها هاي المساحه الافتراضيه. وكمان هاي المساحة خلت مش بس تشابك والناس تقدر توصلنا كمان كمنتفعة أو مستفيدة أو مقدمة للخدمة، إنما كمان رفعت وعززت من إنه شو معناته إني أتطوع، وأعطت أمثلة اللي هي احتذى بيها. يعني أنا مش بالضرورة اليوم كمان كسلامتكم بس إني أرفع راية وإشارة التطوع، حدا آخر ممكن يشوف إشي اللي هو جميل عم بيصير في مستشفى معين، في لحمة معينة، في فعالية معينة، نشاط اللي هو مثلاً يوم استعادة كان في عنا نشاط معين، فهي أنا بشوفها كعدوى، عدوى اللي هي إيجابية. فأنت بتشوف هاي الفعالية تأخذها ممكن تعملها في مكان آخر، وهذا أكثر من رحب فيه من ناحيتي. فبالنسبة لإلي إحنا بننشر عدوى التطوع، وإذا كان كل مجتمعنا متطوع بيكون ممتاز. يعني مش بالضرورة عن جد يعني فقط لسلامتكم، أي نعم هاي الغاية الأولى، لكن بالنسبة لي إذا كان كل إنسان في مجتمعنا متطوع وينعدي عن طريق هاي الشاشة بيكون رائع. وكثير أمثلة عن الشكل بالتالي، أو على القليلة يقضي سنين من حياته بالتطوع، مش شرط طول الوقت يكون متطوع، صحيح، لكن بس سنين في من حياته. صحيح، متأسفة قطعتك، بس كان في كمان شغلة مهمة. في كثير ناس بتعرفش عن وجود الحاجة والناس المتعففة والناس المستضعفة اللي موجودة حوالينا، لأنه كثير مرات يعني هي مخفية والحاجة مخفية أو ما بنحكي عنها. لما أنت بتطلع الإشكال وبتطلع الحاجة وبتحكي عنه من دون ما تشهر ومن دون ما تحكي عن خصوصية البني أدمين، أنت كمان تحكي عن واقع اللي الناس مرات ممكن يمر عنهن ومن دون ما يشوفوه بالمرة، فكمان بتعلي حساسية المجتمع تبعنا للصعوبات اللي موجودة فيه، فبتضمن أن يكون في عمل عليها. طيب السؤال كمان لإلك سيد رائد، كيف قدرتوا تستفيدوا من وسائل التواصل الاجتماعي سواء لإفادة الجمعية أو للتوعية بالأمراض اللي أنتوا بتعالجوها بجمعيتكم؟ لا شك يعني أنه وسائل التواصل الاجتماعي اليوم هي يعني عامل أساسي ورئيسي في العمل الخيري بكل توجهاته. ووسائل التواصل الاجتماعي ما بتفيد فقط الجمعية بإدارتها وطاقمها، إنما يعني كل المشتركين أو المتداخلين في العمل الخيري، إن كان المتبرع أو المتطوع أو الجمعية أو المستفيد، كله بتواصل مع بعض من خلال وسائل التواصل. اليوم وسائل التواصل يعني بتدعم عملنا بشكل كبير جدا. يعني اليوم ابتداء من المتطوعين، اللي كل واحد منهم عندنا في الجمعية هو عبارة عن منارة إعلامية في وسائل التواصل الاجتماعي للجمعية. من جهة ثانية، الكل متبرع من خلال التواصل الاجتماعي هو بيعيش معنا عمل الجمعية، بيعيش عمل الجمعية ابتداء من تبرعه حتى إيصال التبرع للمستفيد، ويعني يعيش معنا لحظة بلحظة. أيضا المستفيد من الجمعية من خلال التواصل الاجتماعي يتواصل مع الجمعية، بيشكي همه، بيقدم حاجاته، بيحاول يعني يقدم الصورة بشكل صحيح. والميديا أكثر حتى يعني بتعطينا أكثر صورة واضحة وحقيقية لكل الطواقم اللي ذكرتها.
طيب سيد محمد صبح، ما بعرف إذا في شيء أنت بدك تضيفه بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي وعلاقتها مع الجمعيات والتوعية وعلاقتها مع التوعية أيضا. يعني بالفعل عمل التطوع اليوم أيضا يعني هذا الجانب بدي أغطيه، بتفق مع اللي تفضلوا فيه حنين والأخ رائد بالنسبة لسهولة التواصل عمليا مع الناس، ولكن بالذات بدي أعرج على موضوع التطوع. يعني أيضا التطوع شكله اختلف بأيامنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. أحيانا يكفي أنك تكون، طبعا ما متطوعين لعنا مش هيك، ولكن أنا بقول أحيانا حتى التطوع للي ما بده يكون يعني ملتزم لأوقات ووقته ما بيسمح له كذا، ممكن التطوع يكون هو أنك أنت عم تنشر عمليا إعلان معين عن حملة معينة إلا انطلقت فيها الجمعية. يعني ما بالضرورة التطوع بأيامنا يكون فقط من خلال الانطلاق للمستشفى، طبعا إحنا بنروح مع متطوعينا أو لزيارة دار أيتام أو لتحضير طرود غذائية أو لأي شيء آخر من الخدمات اللي بتقدمها جمعية فكر بغيرك، وإنما أيضا ممكن التطوع تبع الإنسان يكون من خلال إنه يعمل شير لبوست معين نشرناه، ممكن إنه من خلال إنه يحوله على الواتساب لكل الناس اللي موجودين عنده. فإذا الموضوع التطوع حتى أيضا أخذ أشكال أخرى من الأشكال اللي كانت في السابق، ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي عمليا صار الأمر أسهل على الناس إن كمان يتطوعوا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. طيب بحب أتطرق للنواحي الإنسانية، ممكن رح ألاقي الجواب أكيد عندكم كلكم. شو كانت أصعب حالة يمكن مرت عليكم أنتم بعملكم بالجمعية؟ ما بعرف إذا حدا فيكم تستحضروا حالة بقدر يحكي لنا عنها ويشاركنا قصتها، بكون يعني عن جد ممنونته. أنا بدي أبلش لبعد سماحكم. تفضل تفضل. لأنه في حالة عندي اللي ما بتغيب عن بالي دائما خلال عملي. في إحدى يعني عادة الجمعية بتقدم كل سنة مشروع الأضاحي، فنوزع الأضاحي كلحوم وكل أسرة تستفيد يعني من 3-4 كيلو لحم. ففي أحد السنوات، سنة اللي فاتت أو اللي قبلها، أجت الأرملة عند الموظفة عندنا وبتسألها، بتقولها قبل ما يجي عيد الأضحى بشهرين، فبتقول لها ما جبتوش لحم، ما جاش عيد الأضحى. فقالت لها الموظفة ليش بتسأل يا حجة، طب عيد الأضحى بعد له شهرين. فقالت لها الأرملة أنه أنا بستنى اللحم من عيد الأضحى لعيد الأضحى من جمعيتكم، أنا لما بتعطوني 3 كيلو لحمة أنا بروح على البيت بطحنها طحن ناعم وبجففها برا بالشمس، ولما بتجف اللحمة بالشمس أنا بخزنها بكيس زي مرقة الشوربة، وكل وجبة بنعملها بنحط منها قدر معلقة صغيرة بس عشان إحنا نشم ريحة اللحمة بالأكل. غير هاي اللحمة إحنا خلال السنة ما بنأكل اللحمة. هذه من أصعب الحالات اللي يعني مرت علينا. أكيد في كتير حالات أكيد صعبة. وما بعرف حنين عندك حالة تتذكريها بتضلها يعني صورة قدامك دايما بتمرق؟ في كثير حالات اللي عن جد بترافقنا، وعن جد هيك من جهة عن جد بتصعب عليك كإنسان على المستوى الإنساني. وكثير مرات هذا عنا تخبط، وأنا متأكدة كمان محمد وأستاذ رائد كمان كمتطوعين عن جد الانكشاف على هاي الحالات، ويمش حالي حالات مرة ورا مرة عن جد بعمل زي كأنه ثقل اللي هو نفسي لا نحسد عليه، وهي بتهيألي واحدة من الشغلات اللي لازم يكون في عن جد انتباه لإلها. بدي أذكر حالي صارت قبل 3 أيام. قبل 3 أيام توجهت لإلنا، وهون مهم أشير إنه العملات الاجتماعية توجه لإلنا بشكل مباشر على حاجة معينة عشان طبعا نتأكد إنه السداد الحاجة بوصل للإنسان اللي بحاجة لإلها صح. فحكيت لنا انه في طفله معينه وصلت لنهايه المطاف من ناحيه العلاج، مش راح احكي طبعا كل عشان حفاظا على خصوصيتها. ففهمنا انه يعني هي باخر المراحل، طبعا عن جد صعب عليك كانسان. اي نعم انا ما بعرف الصبيه وهيك، بس انه كان في حلم اللي بدهن يحققوه هي وامها انه يروحوا على المسجد الاقصى. وطبعا نحكي على رمضان، كلنا بنعرف انه هلا بالمراحل هاي رمضان طبعا الأقصى كثير مهم وبعني وهيك إشي كثير رمزي، بس زي كانوا كمان تشبث بالحياة
إنه زي إنه بدي أحافظ على إشي اللي هو عايش فيه. وكمان هم بدك تفكر إذا البنت طبعاً بوضعية جداً صعبة، وكمان الحالة السياسية اللي إحنا موجودين فيها، فكل إشي حساس، والمسؤولية اللي ممكن أخذها على عاتقي كمؤسسة إنه نطلع طفلي بهيك حالة وصار إشي معين كمان بالأجواء كبيرة، المشحونة مسؤولية اليوم. كبيرة بفهم. صحيح، فأخذناها واحدة من المتطوعات، عملنا التنسيق، وواحدة من المتطوعات وصلت وكانت معاها كل الوقت، وطبعا تساعدنا في أمبولانس خاص عشان نضمن إنه سلامتها كل الوقت زي سلامتكم، هي صوب يعني عن جد أمام عيني كل الوقت، يعني ما بتتخيلوا كل 5 دقائق أتصل بالمسعف والمتطوع أتأكد إنه كل إشي تمام وإنه هني تمام، أو المتطوعة قد ما هي متأثرة لأنها عارفة إنه هاي البني آدمة بترفعي الشعرة بين الحياة والموت، وإنه الأم تستجدي بربنا إنه يعني يبقيها للمتطوعة كان كثير مؤلم، وإلي إني أسمعها طبعا وأحاول يعني هاي وإني أسمع، وإنه إحنا ككادر نسمع مش سهل بالمرة. طبعا فبتهيألي هاي إنك بتكون دايما على هذا الطرف، والحد خصوصا اللي بيشتغل بالمستشفى، الحد بين الحياة والموت عن جد مش سهل. يعني تخيلوا بيوم السعادة عملنا هيك لفي على الأمهات، وكان يوم الأم قريب، عملنا إشي هيك، وطلبت من العامل الاجتماعي نفوت عند أم كمان اللي عم تفقد ابنها، وإنه مش عارف شو أحكي لها، يعني بس قصص من جهة صعبة. ثانية هذا السند موجود، يعني إنه أنت بتشوف الحياة والموت، الوجع والفرح بنفس المحل، صحيح، وهذا عن جد بيعلمك تكون ممتن، وبيعلمك إنك تكون بني آدم أحسن، مش بس بني وبيعلمنا آدم احنا كمان ما انه أحسن. نقدر كمان الجمعيات اللي مثلكم، ونقدر المتطوعين اللي بياخذوا جزء من وقتهم ليساعدوا اشخاص تانيين ويوقفوا معهم بمحنتهم، بمرضهم، بفقرهم، بكتير اشياء. ما بعرف اذا محمد يعني حابب تشاركنا بقصه ولا نمشي على موضوع تاني، لانه هيك قلوبنا بطلت تتحمل. هو القصة الأصعب يمكن تكون اللي بدأ أقدمها، ويعني هو الابتسامة، لأنه الأمل باستكمال التطوع اللي بنقدمه من خلال هاي الجمعيات الطيبة هو ممكن عن جد بارقة أمل لمجتمعنا وللناس اللي بنتظروا الخدمات. احنا القصة هي أنه احنا بنهاية السنة الأخيرة كنا بمناسبة عملين في مستشفى الهشومير، وهناك كان تقديم يعني هدايا وكذا للأطفال وأمنيات للسنة الجديدة وأمور من هالنوع. طبعا الأطفال انبسطوا، عملنا لهم فعالية اللي طلعوا كتبوا حتى فيها هاي الأمنيات، شيء مشابه للقصة اللي حكتها حنين. كان كثير بالمناسبة طلبات من هالنوع، إنه بدنا نروح على الأقصى، نصلي في الأقصى إلى آخره. وكان كمان أمنيات طبعا أخرى على المستوى الشخصي، طلب واحد من الأطفال طلب هدية بسيطة جدا يعني، إلا كنا بعد بيومين بدنا نأمن له إياها. وبعد ما بلشنا يعني نقرأ الأمنيات ثاني يوم ونحضر الهدايا أو الطلبات، نفحص الإمكانية لتقديمها، اللي للأسف الشديد يعني، وأنا صحيح عم بحكيها وبيض يعني عم بحاول أستذكر يعني الحدث، وصلتنا رسالة من الأم إنه الطفل فارق الحياة. فيعني كانت هاي يعني صدمة كثير كبيرة لإلنا، خصوصا وإنه يعني هذا الطفل كان يعني كله نشاط وحيوية خلال النشاط اللي كنا فيه قبل بيومين. فيعني كان كمان احنا الخبر يعني ما كان هو باتجاه انه في يعني الاعمار بيد الله وكلنا مؤمنين بالقضاء والقدر، بس ما ولكن كانش متوقع. يعني ما كان في علامات اللي هي بتفرجي انه خلال يومين ممكن يفارق الحياه، فكانت يعني ايضا صدمه كثير كبيره لنا، وحسينا بنفس الوقت بنوع من يعني التقصير او يعني العجز يعني ربما والعجز، يعني التقصير من جهه انه يمكن لو ثاني يوم وصلنا له الهديه ما يعني لو فتحنا على المحل الشغلي اللي الطلب تبعه وجربنا نامنه ما اجلناه لثاني يوم، يعني من جهه نوع من التقصير، ولكن ايضا كلمه لو هي قاسيه جدا، كلمه يا ريت هي كلمه قاسيه جدا. مشان هيك كمان بدي اسالك سؤال، اوقات الواحد عن جد بحس بعجز وما بيقدر يساعد، يعني وهيك عم بتقول صار معكم إشي بهاي الطريقة وقفتوا عاجزين أمام مساعدة ناس أو تلبية رغبة الناس، قديه صعب وشو الشعور اللي بيكون بمر فيه البني آدم وهو عاجز عن مساعدة أي حدا بحاجة لمساعدة؟ إحنا جمعيتنا واحدة من الجمعيات المركزية اللي بتعمل عملياً، بتقدم تغطية لعمليات جراحية، عمليات زراعة كلى في مستشفيات الداخل لأطفال من غزة والضفة، وأيضاً مساعدات أخرى. بهذا الجانب احنا بنتلقى تقريبا بشكل يومي طلبات اللي هي متعلقه بموضوع الزراعه، واحنا يعني كمان كجمعيه
يعني كمان كم يوم عندنا زراعة لطفل في واحدة من المستشفيات، ما بدي أخوض بالتفاصيل، إن شاء الله إنها بتتكلل العملية بالنجاح وبيعود سالم لأهله. ولكن أمام يعني الطلبات العديدة الموجودة، أحيانا الإنسان يعني ما بده يقول لا، ونفس الوقت هو غير قادر إنه يقول آه إحنا بنقدر نتبنى هاي الحالة ونتقدم فيها بشكل فوري، وإنما نضطر أحيانا نعمل يعني زي لائحة انتظار بعد ما نتمم عملية ننتقل للعملية اللي وراها، بسبب ايضا موضوع الموارد وايضا موضوع يعني القدره تبعت الجمعيه انها تلبي الاحتياجات المختلفه. فواضح انه هذا جانب اللي هو مش سهل لا نفسيا ولا ايضا بالجانب تبع الانتماء، انك انت بتشوف ابن شعبك انه بحاجه لانك تقدم له يعني خدمه معينه انت بتقدر تقدمها، ولكن بهاي الفتره عينيا انت غير قادر انك تقدمها. فالشعور بالعجز يعني بين مزدوجين أو حتى بدون مزدوجين هو شعور أكيد صعب، ولكن إلا يعني بيخلينا يعني شوي صغيرة هيك نروق حالنا، هو إنه إحنا عم نعمل إلا بنقدر إنه نعمله، وبدنا نستمر بإننا نقدم هاي الخدمات، وبدنا نسعى دائما لتوسيع دائرة المتطوعين. وليش أنا عم بقول هاي الشغلة؟ لأنه لما بيكون أعداد المتطوعين أكثر عمليا هن رسل للجمعية بإيصال هاي الإعلانات. إحنا مثلا بجمعيتنا ولا مرة كان عندنا إشكالية إنه المتطوع يكون بجمعيتنا وبجمعيات أخرى، والسبب هو إنه لما هو موجود بيعني عدة جمعيات هو ممكن، حتى حكينا عن أهمية التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي ممكن ينشر حملة اليوم لجمعيتنا، بكرة لسلامتكم، وبعدها للقلوب الرحيمة أو لأي جمعية أخرى، ومن خلال التواصل الاجتماعي عملياً في ناس تتفاعل يمكن مع حملتنا، في يمكن ناس تتفاعل مع حملة سلامتكم أو مع حملة القلوب الرحيمة أو أي جمعية أخرى. هذا بحد ذاته هو عبارة عن يعني التكامل بالعمل تبع الجمعيات المختلفة. حلو، حدا بحب يضيف شغلة على قصة العجز أمام مساعدة الآخرين؟ صارت معه تجربة أو موقف؟ أو ننتقل لكمان سؤال. أنا بعتقد يعني يمكن أنا موجود بأكثر موقف عجز مع الحالات اللي بتتقدم عنا في القلوب الرحيمة، وخاصة من اللاجئين السوريين. اليوم يعني لو بدي أفتح الرسائل اللي بتجيني كطلب مساعدات من اللاجئين السوريين، وأنا بعرف أكيد إنه وأنا متخيلة يعني قديش صعب، يعني الواحد دائما بيوقف عاجز أمام كل الطلبات اللي بتوصل له وما بقدر يقدمها وكل هاي الأمور. قديش مواضيع العجز لمساعدة الآخرين كتير كتير صعب، بيعطي شعور صعب. الشعور اللي بيعطيك شو هو الشعور؟ إنه الإنسان يعني عارف أنه طالب الحاجة هو صادق يعني، وهو فعلا بحاجة ويجب أن نقدم له المساعدة، لكن زي ما ذكر أخونا محمد صبح أنه لما الموارد بتكون صعبة وقليلة يصبح الإنسان عاجز ويشعر بالألم أنه يعني غير مستطيع أنه يقدم هذه المساعدة. الشعور صعب. طيب سيد رائد، كيف ممكن عم تقدروا دائما تضلوا تستقطبوا متطوعين ليشتغلوا معكم؟ الصحيح المتطوعين احنا ما بنستقطبهم بقدر ما انه زي ما قالت الدكتورة حنين هي عدوى تطوع. يعني الناس لما بتشوف انه هذه الجمعية قاعدة بتقدم، ومن خلال زي ما ذكرنا بنرجع كمان مرة لوسائل التواصل الاجتماعي اللي هي عنصر اساسي في عدوى التطوع، لما المتطوعين بيشوفوا هذه الجمعية قاعدة بتقدم خدمات هون وهناك بشكل طيب وجيد، فبتتشجع المتطوعين أنهم ينضموا لهذه الجمعية في هذا المشروع الخاص ويعرضوا تطوعهم على الجمعية. وكثير عندنا الحمد لله من الشباب اللي كل يوم بيقدم عندنا بالجمعية مبادرته ويعني استعداده ليكون متطوع في الجمعية. تمام. طيب سؤال لك دكتور حنين، أنا عم بقلب صفحاتكم على الفيسبوك لقيت عند كل جمعية فيكم في آلاف من المتابعين، هل بتحسوها عن جد طريقة ناجحة لجمع التبرعات أو بتفضلوا ترجعوا للطرق التقليدية اللي كانت زمان؟ أفكر أنه يعني إشي متصل باللي سألتي عنه قبل شوي على فكرة، يعني شو بنعمل مع الألم؟ لما بتشوفي هذا الألم هو مرافق لنا، والعجز والإحساس بالعجز هو مرافق، واحنا بناخده كانه جزء لا يتجزأ من عملنا، لكن السؤال شو بتعمل معه؟ بنحاول نحول الوجع لا زي كانه تخيل هيك وقود معين اللي ممكن يدفعك للامام اكثر. فلما تفتحي
صفحة وتشوف إنه في 14,000 متابع، والناس اللي بتسألك شافت بستاتوس معين على صفحة الفيسبوك، هاي الاهتمام بغض النظر إذا ساعدوا طوعوا ولا ما طوعوا، هاي الاهتمام نفسه بحسسك كمتطوع إنك أنت مش لوحدك. والفكرة إنه هاي مش قالة ذرة، يعني فعلياً الإشي الصغير كمان، يعني هم بتطلع على زملائي وبتطلع عليك وكل حدا مهتم بهذا المحل، إنه نحتفي فيه ونحتفل فيه، إنه أنت عملت اليوم إشي صغير، هذا ممكن يكون عن جد كان مرحلة مفصلية بحياة إنسان، فاحتفلوا بهاي الإنجازات. فإذا بدي أجد أحكي على موضوع الحزن كيف بتحوله أو الألم بتحوله لوقود، هاي الناس لما بتقرأ بتسمع بتتفاعل بتطلب إنها هي تساعد وتركب بهاي المركبة وفقا لقدراتها واحتياجاتها. ما استغنينا أبدا على النماذج التقليدية من جمع التبرعات وشحد القوى وحشد المتطوعين، هي موجودة وطبعا ملائمة لناس معينة. واليوم السوشيال ميديا والساحات الافتراضية فتحت مساحة أجدد، ممكن تخاطب عمر جديد، ممكن تخاطب طريقة جديدة، زي ما تفضل زميلي محمد قبل شوي في تطوع اللي اسمه تطوع إلكتروني. فمش كل إنسان ممكن يكون على فكرة بالميدان. وإذا بدي أرجعك للمحل الوجع، في ناس اللي بتحكي لي بشكل مباشر أنا على مستشفى ما بقدر أروح، ما بدي، بس أنا بدي أكون جزء من هذا العمل، احكوا لي كيف. فوظيفتي أنا كإنسان اللي بيشوف هاي القوة من شكل اللي هو مظل أكثر كبيرة من منظور الطير، مهم إني أوافق بين القدرات سواء كانت نفسية ولا قدرات اللي موجودة عند الإنسان أو حتى مادية، وأعرف أوفقها للمحل الصح، وكل الوقت أعرف إنه أنا بشتغل في مساحة اللي ممكن زي ما حكيت إنه بتمشي على زي كأنك بتمشي على السور، في مرحلة ممكن إنك تخل التوازن ويكون في عندك زي ما تفضل محمد، زي ما تفضل رائد، إنه في شغلات اللي هي عن جد ممكن تخل توازن النفسي، ساعتها أنا وظيفتي كمان أحمي المتطوع وأحمي نفسي وألاقي بدائل كيف أخلي طاقة هذا الإنسان موجودة ومشحونة للمرة الأخرى. وإذا كان في حاجة إني أوقف المتطوع للحظة يكون في شوية بعد نفس وأفهم شو صار معي اليوم عشان أقدر أستمر. وجدا شعرت لما محمد حكى، لأنه صارت معانا إحنا مع عدة مرات، مؤلم جدا لو إني رفعت الإشي قبل ساعة، لو إني عملت، بس لا، في كمان قضاء وقدر، وإنه يكون في عنا امتنان على الإنجازات الكثيرة واللحظة اللي كنت فيها أنت مع هذا الطفل. فلما أنت بتعمل هاي التوازن مع المتطوع أنت بتشحنه كمان للمرة الجاي. مهم جدا أحكي كمان أن التبرعات هي مش بس مالية، وهذا اللي إحنا عن جد منعول عليه. أنا بدي مجتمع اللي هو ناشط، أنا بدي مجتمع اللي هو فاعل، أنا بدي مجتمع ينقذ نفسه بنفسه ويبني نفسه بنفسه. فأنا بهمني بكثير أكثر من التطوع. فحتى أطفال اليوم، يعني لا أخفيكم، أسبوع اللي فات كان في لقاء مع مدرسة اللي طلبوا منا نحكي عن التطوع، 530 طالبة حضرت المحاضرة، كان هدوء لا يصدق. يعني أنا مدرسة، يعني بعرف كيف أنك تدرس، يعني 40 ويكون في مرات حركة وهيك وحماس وهيك، 530 طالبة جالسات منصتات، وبالآخر بيسألوا شو ممكن نساوي، وهمي عملوا وجبات إفطار للصائمين بإيديهم. أنا بالنسبة لي هيك بنت شعبي، هيك بنت أمتي، هذا اللي بدي إياه مش أكثر من ذلك. فهذا عن جد التوازن بين الحياة والموت، الوجع والألم مقابل الفرح وبناء المجتمع، وأنه هي جزء من هاي السيرورة. وهيك أنت قاعدة عم تعطينا أمل وعم بتقولينا أنه لسه الدنيا بخير. لما سؤال... بتشوف محمد ورائد وأنتم مهتمين كيف داش تكون خير؟ أكيد. سيد محمد، إلك السؤال، شو بيعني لإلكم هذا الشهر الفضيل؟ هل فعلا الناس بتتبرع أكثر بهذا الشهر؟ هل بيطلع فيها الإحساس والشعور بخدمة الآخرين أكثر؟ هل بتحسوا بكرم الناس؟ طبعاً شهر رمضان المبارك اسمه مبارك لأنه هو بالفعل شهر الخير والبركات على الجميع، وأيضاً في الجانب تبع العطاء والاستعداد للعطاء في الجانبين، في الجانب المعنوي وأيضاً في الجانب المادي اللي تحدثت عنهن بإسهاب الأخت حنين. عملياً إحنا طبعاً نلمس الناس بشكل عام خلال شهر رمضان، أيضاً بيكون عندهم استعداد لتقديم صدقات، لتقديم أموال زكاة إلى آخره، وعملياً هذا بحد ذاته واضح أنه شهر إلا في إمكانية فيه لتقديم خدمات أوسع لأكبر عدد من الجمهور اللي بتقدم له مثلاً جمعيتنا الخدمات للأطفال، للعائلات، بموضوع العمليات، أجهزة طبية. على سبيل المثال إحنا في هذا الشهر عندنا أيضاً كمان
ب 12 شهر عملية زراعة كلى، عندنا حملة اللي هي لتقديم مستلزمات طبية لمشفى المقاصد في القدس، وأيضا في عندنا حملة الطرود الغذائية لأبناء شعبنا في غزة وأيضا لأبناء شعبنا في الداخل للعائلات العفيفة. فإذا إحنا العطاء هو متعدد، خلال شهر العطاء وشهر الخير والبركات في إمكانية أوسع لتقديم أكبر خدمات، وأيضا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي إحنا بنلمس هذا الشيء، توصلنا رسائل يوميا بكميات جدا كبيرة للاستعداد لتقديم أيضا الجانب بجانب العطاء وأيضا بالعطاء المالي. مدارس عديدة بتتواصل معنا لزيارة المستشفى أو لتقديم هدايا للأطفال خلال الشهر الفضيل. أيضا الأطفال اللي طلعوا اليوم لعطلة، جزء من العطلة الربيع، أيضا في المخيمات عم بتوجهوا لنا وأيضا بطلبوا أنه يرافقونا للمستشفى أو يقدموا شيء معين أو يساهموا بإفطار رمضاني أو يساهموا بهدايا للأطفال وإلى آخره. واضح أنه شهر رمضان هو شهر اللي الناس فيه مستعدين أكثر لتقديم العطاءات على اختلاف أنواعها، وإحنا كجمعيات طبعاً بصرنا هذا الاستعداد لأنه بالآخر نستطيع تقديم خدمات أكبر خلاله أيضاً. صحيح. الفقرة الأخيرة من هذا البرنامج على الزوم هي بجملة واحدة، أنا بسأل سؤال واحد لإلكم كلكم وكل واحد فيكم بجاوبني بجملة واحدة عليه. شو أهمية العطاء المعنوي والعاطفي والأمل للحالات اللي عم بتساعدوها أو تمكنتوا من مساعدتها وشو بيكون شعوركم؟ بدي أبلش من عندك سيد رائد. السؤال يعني سؤال ممتاز جدا ومهم جدا. الصحيح يعني كنا يعني نلمس الأمل والسعادة والشعور يعني اللي غير ممكن وصفه قبل ما نقدم حتى المساعدة. كنا لما نصل عند العائلات يقولوا لنا مجرد إنكم أجيتوا لعنا وسألتوا عنا أي أكبر مساعدة بتقدموا لنا إياها. فكيف لما إحنا يعني بنيجي على عائلات ومنقدم لها خلينا نقول المساعدة اللي هي جبرية أحياناً في بيوت اللي كنا ننقلها من بيت لبيت أو من خيمة لبيت أو يعني نفوت على بيت ما يستطيع الإنسان يقف فيه دقيقة واحدة ويتفاجأ صاحب البيت أو صاحبة البيت إنه إحنا منقدم لها تنتقل على بيت جديد إما بالأجار أو بناء أو كذا. فالمساعدة المعنوية هي بالأساس يعني قبل المساعدة المادية والمالية اللي منقدمها. مجرد إحنا لما منصل على بيت يعني حرف يعني فقط بالأمس كنا قدمنا لمساعدة لعائلة أو راح نقدم لها المساعدة بالأصح، مجرد أنه اتصلنا تلفون وسألنا عن أحوالهم كيف وضعهم وأنه إحنا يعني معنيين نقدم شيء من المساعدة، فالكلام اللي سمعناه من الدعاء والفرحة والسرور كان أعظم. يعني قلنا إحنا بعدنا مش عاملين بشيء فكيف لما إحنا بنعمل. فالمساعدة المعنوية والنفسية يعني أحياناً تسبق المساعدة الفعلية في الحالات أو المادية. نعم. طيب حنين خبرينا بجملة واحدة شو هو شعورك بس تأدي مهمتك التطوعية بمساعدة الغير؟ أول شيء بحس حالي إني بني آدم أحسن، تعلم لش من آخر يعني أهون إشي. أنا كحنين بحس بني آدم أحسن، وطبعاً فكرة إنه أنا موجودة تحت نفس السقف مع إنسان من أبو غوش، إنساني من القدس، إنساني من بيت صفافة، إنسان من الناصرة، إنسان من حيفا، وحتى في الوطن العربي الناس لما بتكون هيك موجودة متحدة حوالين نفس الهدف وبقلب سليم، وفعلياً إحنا نطالب بأن إحنا نكون بقلب سليم. أنا عملت اللي علي، فالإحساس بالمسؤولية إن أنا أنقذت شعبي أو ساهمت بإنقاذه هو إحساس لا يعلى عليه. وهي الدعوات اللي حكى عنها أستاذ رائد هي مش بس دعوات للأمهات، إحنا عم جماعة يعني محمد رائد وحضرتكم عم فعلياً عم نكمل تراثنا العربي الفلسطيني اللي هو مطالب يبني لمجتمعه ويسانده، وهي تقاليد ستي وستاتنا وشو عملنا عشان مجتمعنا. فهيك بحس إنه هاي القصة عم تستمر. طيب سيد محمد بجملة واحدة، هني طولوا مش جملة واحدة، أخذوا أكثر من وقت، أنت بجملة واحدة كيف شعورك وشو أهمية العطاء المعنوي اللي بتشوفه؟ العطاء المعنوي هو بالآخر مثل لنا وبيحقق لنا أيضا السعادة والاكتفاء الذاتي.
أنا بعتقد إنه إذا بنطلع على يعني على وجوهنا كلياتنا في نهاية هاي الحلقة، ولأنه عم نحكي عن العطاء نحكي حتى إسا عن الجانب المعنوي وليس بالضرورة المادي، لو بشكل عام أيضا يسبق ويرافق المادي الجانب المعنوي أو الدعم المعنوي، إحنا بنشوف الابتسامة ترتسم على وجوهنا جميعا، وهذا نابع من الشعور بالسعادة والاكتفاء الذاتي. بدي أشكركم كلكم على هاي الحلقة الحلوة اللي بتعطي أمل للناس، صح كان فيها شوية حزن بس بتعطي أمل للناس، وبتمنى إنه عدوى التطوع تنتقل للجميع وأنا أولهم. شكرا لكم جميعا. محمد صبح، أنت مدير جمعية فكر بغيرك، حاصل على لقب أول في الحقوق ولقب ثاني في إدارة المنظمات والاستشارة التنظيمية وناشط جماهيري وسياسي ومجتمعي. شكرا لك. وشكرا لك أيضا رائد بدر، مدير جمعية القلوب الرحيمة، حاصل على اللقب أول بيولوجيا وزراعة من الجامعة العبرية في القدس، وأيضا كنت مدرس للمرحلة الثانوية وناشط في مجال العمال الخيري منذ 15 عاما. شكرا لكم، حياكم الله، لحظات سعيدة معكم، شكرا لكم. وأخيرا الشكر موصول لك دكتور حنين مجادلة، عضو هيئة إدارية في جمعية سلامتكم ودكتورة بالخدمة الاجتماعية ومحاضرة في أكاديمية القاسمي وعضو هيئة إدارية في جمعية سلامتكم التطوعية ومتطوعة من جيل 11 سنة وابنة باقة الغربية. يعطيكم ألف عافية وكل عام وأنتم بخير، وشكرا على الاستضافة. كل عام وأنتم بخير جميعا. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. رمضان كريم. إذا كل عام وأنتم بخير. أنا عن جد انبسطت بهاي الحلقة واستفدت من وجود ضيوفي في برنامج عزوم. بدي أقول لهم دير بالكم على حالكم، وأنتم مشاهدين كمان دير بالكم على صحتكم وعلى حالكم، وقد ما بنقدر لازم ندور وين في خير قاعد عم بيستنانا لحتى نعمله. ألف شكر لإلكم وتصبحوا على ألف خير. باي باي.